الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يلتقيان غدا في باريس لبحث اقتراحات مشتركة بشأن الأزمة المالية في منطقة اليورو. هذا اللقاء يتزامن مع تسجيل البورصات العالمية تدهورا ملحوظا، زاد من حدته تخفيض تصنيف الولايات المتحدة الائتماني الجمعة الماضي. كما وجدت فرنسا نفسها في الخطوط الأمامية للأزمة المالية في منطقة اليورو، حيث ظهرت شكوك بشأن قدرتها على الاحتفاظ بتصنيفها الائتماني الممتاز. يضاف إلى هذه المخاوف الوضع في إيطاليا وإسبانيا، الذي أرغم البنك المركزي الأوروبي على التدخل في الأسواق لإعلان استعداده لإعادة شراء سندات ديونهما. فيما تعهدت باريس وروما بالعمل على وجه السرعة لمعالجة العجز في ميزانيتهما.